تحية المصرية الكويتية وميزة نور المصرية الكويتية بعد ما انهينا دورة سعرية كاملة. وأعتقد اللي حصل ده كله دورة سعرية كاملة، المفروض إن أنا ببحث لها عن تصحيح وبعد كده أبتدي أدخل تاني. كمان المميز إن إحنا حاليا عند مناطق الطلب الرئيسية اللي ما بين مستويات 46 جنيه لحد مستويات 48 جنيه تقريبا. هل ممكن يحصل ردة فعل؟ ده اللي هنشوفه، لكن لحد الآن لن يعطي لي أي إشارة صوت. طيب لو أنا جيت قلت آخد فيبوناتشي وأقول إن أنا عايز أصحح، ودي موجة أولى يا شباب، فالأقرب إن أنا ممكن أصحح ويحافظ على مستويات 38 فيبو. مستويات ال 38 فيبو إحنا عندها حاليا، هل ممكن يتعمق التصحيح؟ أه طبعا، ويوصل ل 50 ويوصل ل 61 فيبو كمان. يعني إيه؟ يعني خلينا نشوف بوادر انعكاسه وبعد كده نبحث عن الشراء، لأن لحد الآن في تصحيح مكتمل على الفريمات الصغيرة. أنا لو رحت على فريم صغير مثلا 15 دقيقة عندي تصحيح شبه مكتمل، وكمان انا في منطقة الطلب الرئيسية. ولكن اللي قلقني ان الزخم بتاع الضلع سي قوي جدا عن الضلع السابق، وده اللي عامل لي قلق بمنتهى البساطة. الضلع ده والزخم ده اكبر، فده اللي مخليني عندي قلق وعايز اشوف انعكاس حقيقي قبل ما ابحث عن الشراء، وده الاهم بالنسبة لي. ولكن انا شايف ان احنا ما زلنا في مناطق جيدة، ولكن عايزين اشارات. هل ممكن التصحيح يتعمق؟ اه ممكن يتعمق، وبمنتهى البساطة ممكن يطلع يديني بهذا الشكل، يديني مثلا A B C لتكملة الاتجاه الهابط واخد نفس طول الموجة. فخلينا نشوف انعكاس حقيقي وبعد كده نبحث عن أهداف، وما زلنا نبحث عن أهداف كبيرة للمصرية الكويتية، ولكن بعد انتهاء التصحيح. وبالتوفيق.